السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع تاع التوسعة تاع مترو الجزائر العاصمة، إذا باتجاه مطار هواري بومدين، واللي حسب التصريحات تاع المسؤولين تاع المشروع هذا الأشغال تاع الهندسة المدنية يعني تقرب النهاية تاعها، يعني لحقت حوالي 90 إلى 95%، وسوف تنتهي مع نهاية السنة هذه 2023، وثم سوف ننطلق في العملية تاع التجهيز نتاع السلك الحديدية تاع الجاليري تاع الأنفاق، وكذلك تجهيز نتاع المحطات التسع التي توجد في هذا التوسعة على امتداد حوالي 9 كيلومترات. إذن وبدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل عن هذه التوسعة، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. أشغال توسعة مترو الجزائر بنسبة 95%. انتهت أشغال الهندسة المدنية في الشطر الرابط بين وادي الصمار ومطار الجزائر الدولي، والذي يضم 5 محطات. بالنسبة للمحطات الأخرى، المحطات المتبقية، هناك 5 محطات من 9 محطات أصلا. نسبة الأشغال راهي تفاقت 95%. من محطة المطار الدولي هواري بومدين إلى محطة واد سمار، نسبة الأشغال بالنسبة للهندسة المدنية، أشغال الهندسة المدنية راهي 100%، منتهية 100%. فيما تتواصل أشغال الحفر والدعم النهائي على مسافة 1.5 كيلومتر شطر وادي الصمار والحراش، وتضم 4 محطات في طور الإنجاز. حاليا متواجدين على مستوى محطة القطب الجامعي بالحراش، على عمق مستوى حوالي 30 متر. كل أشغال تجهيز النفق في الحالة النهائية كما نشوفوا في الخرسانة الموضوعة بإحكام. عملية حفر النفق تتم حاليا بواسطة آلة أوتوماتيكية آخر تكنولوجيا على المستوى العالمي، وأنا واصلين المعدل بحوالي 18 متر بارجور. الاستلام الأولي لمشروع توسيعة مترو الجزائر سيتم بعد الانتهاء كليا من أشغال الهندسة المدنية، لتنطلق مرحلة النظام الكلي والتهيئة الداخلية والخارجية للمشروع.